مين الولية دي؟ دي مراتك يا لمبي. يا راجل مرات أنا؟ يا نهار اسود يا دكتور شواف اسمعني. أبا ما تسمع يا اسطى، أنا مش فاهم حاجة من الإنجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص أنا لما حصل الموقف ده وعم فوزي أكد لي إنها دي مراتك، والمصحف الشريف إن ما كنت مصدق إن دي مراتي، كان أول مرة. لولا إن أنا لميت الموضوع ولميت الربكة اللي حصلت في الحكاية يعني. طب الله يخليك، الموضوع ده هيحصل تاني؟ يعني إيه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه نوجع؟ ايه عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي. قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضيه، اللهم صل على الاستاذك. اهو يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، صباح الخير يا استاذ، يا استاذ، صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. انا لا انا اشرف. لا انزل بقى، غريبة قوي. اوعى انت الشنطة، اوعى الشنطة، مش اوعى انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يا ابني ولا اعرف انا، باخد اوعى الشنطة. انا اشرف سكرتيرك. مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك. مالك يا استاذ؟ والله ما قصدي اشرف. ازاي؟ الحمد لله اشرف. انت خضتني. معلش معلش، اصل انا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فزار الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيها؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترفع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شايل المحامي، انا اللي هترفع. نعم؟ أنا اللي هقف مساحة الفضاء العالي وأقوم بالمرافعة. يا ريت، إيه اللي غير رأيك كده؟ يا ده إحنا ليه عرقنا إحنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش إحنا عرقنا إحنا أولى بيه؟ بدل ما تاخد 20 جنيه في إيدك مني كحيانة تروح قافش مني النيالة، وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش، أنت هتفضحني في الشارع. ما تشوف طب حال. المهم يلا. أنت قلت لي أنت مين؟ خدمتك أم أحمد. طب عدى يا حاجة وأعلن عن قدومي. الله أكبر، الله أكبر. الله اكبر، الله اكبر. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ. يا اهلا وسهلا، يا اهلا. اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ. الله اكبر، الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما اطولش عليك لانك انت مشغول دايما، وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عندي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ اللي ليه ايه؟ الله اكبر الله اكبر. حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي، ايه نوع القضيه؟ ابني متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه ما انا فاهم، يعني هو لان في الاغتصاب ده حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشة وتحمرشوا بيه، ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ لا، ابني متهم في قضية اغتصاب. هو متهمينه في قضية اغتصاب. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا، ده الأكبر ابن بالأبدي، ده دور عاملاه البنت وأهلها، طمعانين في العز اللي أنا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي أنا فيه ده؟ كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رمى بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. في
نبيله الحلح بهنسة جوهر عندها 67 سنه ومتجوزه 7 مرات ورمت جوازها من البلكونه. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ اما بقى نبيله الحلح اللي عليها العين والليلي دي ساكنه في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. مش سامعك كويس. بطل وشوش. ما انت بتتوشوش، مش سامع خير. ايه بتقول؟ ايه هكلمك بدري. يلا باي. ارجو يا حاج ان انا ما اكونش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني، احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا لسه كنت جاي لنبيله في بوستين. لا جاي ياخد كلمتين في القضيه يعني. بحسب البوستين. ايه اصل سمعتها بوسه، انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفه وعفيفه وظريفه وشرفي بحب بالليفه. ريتني كنت الليفه يا حاج. أحب يا جمل. ده انت عمك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاكي ده وشوفي الافوكاتو، يمكن نطلع منه بمصلحه. طب يلا بقى، باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فت. ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 لا، ده سعد اخويا، اخويا انا. يا حبيبي. اكبر من الصغير ولا هو ايه؟ يا راجل لا 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 لا، دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي، ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل، اكلمك بعدين. يلا باي. باي. البلد كلها اخواتها في الرضاعه. منور يا حاج عجه. افندم يا استاذ خلصنا. اقول لك يا ست، انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست، انا بس شفت ال... ثواني ثواني. اوعي بقى تبص بقى. انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص، نتقابل في الجلسه. باي. سيد الرئيس، حضرات الساده المستشارين، إن هذا المرتهن الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة. ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعال يا غريلة.